ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده والله في خبر جديد غريب سمعناه في الغردقه. طبعا انتوا عارفين الغردقه، والغردقه دي منطقه سياحيه وفي هناك شعاب مرجانيه وفي ناس بتيجي للغطس وتيجي تتفرج على المناظر الجميله والمحميات الطبيعيه هناك وتشوف الاسماك والحاجات النادره والغريبه. في منطقه اسمها خليج السلاحف، دي موجوده في الغردقه. نزلوا الغطاسين والغواصين والناس اللي بتعوم هناك وتنزل تشوف الحاجات الجميلة اللي تحت، ومنهم غواصين هناك بيعلموا الناس الغوص والحاجات دي في الغردقة. نزلوا هناك ووجدوا ايه؟ وجدوا سلاحف، في هناك سلاحف مهددة بالانقراض، وهيئة البيئة ومحذرة ان حد يصطاد او يموت اي حد من اي حاجة من السلاحف دي، لانها نادرة جدا وقربت تنقرض يعني، وبيحافظوا عليها يعني. المهم يعني الغواصين دول لما نزلوا لقوا ايه في البحر؟ لقوا بقايا سلاحف نوع نادر جدا جدا اسمه صقرية المنقار. لقوا ايه؟ بقايا من السلاحف دي، بقايا من اجسامها مرمية في قاع البحر، ملقاة في قاع البحر تحت. والمهم جابوها وطلعوا بيها وبلغوا الشرطة وبلغوا الجهات المسؤولة والمعنية ونقلوها لجهاز المحميات عشان يفحصوها وكده يعني. تبين بقى بعد الفحص ان السلاحف النادرة دي صقرية المنقار دي وحاجة نادرة جدا يعني، ان في ناس هناك تقريبا من البدو او حاجة زي كده، او ناس المقيمين في الصحراء هناك عندهم اعتقاد غريب قوي قوي يعني، ان قال ايه يجيبوا السلاحف دي ويذبحوها ويفرغوا الدم اللي فيها كده، وطبعا ياكلوا اللحمة بتاع السلاحف لانه نادر جدا وغالي، او يبيعوه او يصرفوا ويجيبوا بقى الدم ده بتاع السلاحف. هما بقى بيستغلوا ايه دم السلاحف ده، عندهم اعتقاد ايه انه بيخلي الست العقيم ان هي ممكن تخلف وتجيب اولاد لو شربت دم السلاحف ده، هي صقرية المنقار دي اللي هي النادرة يعني. عندهم اعتقاد غريب ان الواحدة لازم تشرب من دم السلاحف دي عشان تخلف تجيب اولاد يعني. مش عارف يعني هتجيب اولاد ايه، هتجيب اولاد سلاحف يعني ولا ايه، ولا يعوم في المية ولا ايه بالظبط يا جدعان؟ ايه المخ ده؟ والله هو اعلم بقى الدم ده ملوث، ولا هل لما يخش جسم الانسان يقدر يتأقلم مع جسم الانسان ويتألف معاه، ولا يعمل ايه، ولا يموتهم، ولا ايه، ولا حد عارف. ما هو ناس بقى على قدهم وفكرهم، مين اللي اقنعهم بالفكرة الغريبة دي ان دم السلاحف دي يخليهم يخلفوا؟ ايه اللي جاب الدم للخلفة؟ ويا جدعان في ايه، هما هيتجوزوا السلاحف دول هيتجوزوا الدم ولا تجيب لهم سبحانك يا رب، ربنا يهدي يعني، ربنا يستر الجميع.